يقول ما حكم قول ربنا لك الحمد ولك الشكر؟ طيب هذا طيب يعني في الصلاة؟ نعم. لا الشكر لا ما ورد، لا نقول في الصلاة إلا ما ورد، ولم يرد لك الشكر. ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، أربع صيغ كلها وردت في السنة، أما الشكر فلم يرد في الصلاة. نعم.